صباح الخير مشاهدينا، وتاني وقفتنا الحوارية لهذا الصباح هتكون جولة وقراءة في عناوين وأخبار الصحف الصادرة اليوم. ومشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد سيف لمناقشة والتعليق على هذه الأخبار. أستاذ محمد صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. صباح النور، وكل سنة وانت طيبة، وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية طيبين وبخير وبصحة يا رب ان شاء الله. اسمح لنا نبتدي على طول مع حضرتك من جريده الاخبار، وهذه العناوين طبعا حول الحج. لبيك اللهم لبيك، الحجاج في منى اليوم بعد الوقوف بعرفات. يعني استاذ محمد، حضرتك متابع موسم الحج هذا العام ازاي؟ واللي بيختلف في تنظيمه عن العام الماضي، ويعني الجديد هذا العام. لا، هو كل سنه في تطوير، يعني هو مش كل سنه يبقى في اختراع ولا كذا، لكن هو بيبقى تنظيم اكثر دقه. المملكة العربية السعودية بتوفر إمكانيات أكتر في يقظة، في اهتمام بالحجاج، وإنهم يقضوا مشاعر الحج المشاعر وهم في خير وسلام وصحة وما يحصلش أي مشاكل. والحمد لله السنة دي الحج بيسير بشكل جيد، ما ظهرتش أي مشكلة حتى الآن. ويمكن السعودية كمان استطاعت إنها تحتوي مشكلة الحجاج القطريين واستوعبتهم وبعتت طيارات تجيبهم واستضافتهم وقامت ناحيتهم بكل ما يمكن عمله، يعني ردا على قطر اللي كانت بتطالب بتدويل المشاعر المقدسة وكانت عايزة الحجاج تمنعهم من السفر، ولكن في ضغوط عربية ودولية ما خلتهاش تتمكن من هذا. والسعودية عملت كل الإمكانيات وتكفلت بإقامتهم وبعض الطائرات خاصة تنقلهم، فده جزء. جزء الجزء الثاني كمان أمور الحج بتسير بشكل جيد جدا وممتاز، يعني يختلف عن السنوات اللي فاتت، لأن أنت عارف هم كل سنة بدخلوا تطورات جديدة وإصلاحات جديدة وتنظيمات جديدة. يعني أنت تفتكر زمان ما حصل لمكان رمي الجمرات، زمان كان بيبقى كلنا على الأرض ونرمي من قول، دلوقتي بقى في ادوار متعدده وفي كذا، فبقى بيمنع الزحام والتوسعات في الحرم والتوسعات نفسه. اللي وده اللي سمح الحقيقه العام ده انه يكون في زياده في الاعداد. يعني لا، هو مش هو كده كده ما فيش ما كانش في السعوديه ما نقصتش الاعداد في اي سنه من السنين اللي فاتت، يعني لكن هي نفس المعدل، يعني هو 2 مليون حج لغايه دلوقتي او يزيد قليلا، وده المعدل سنة والمعتاد. لكن كمان في التوسعات كمان أضافت مساحات، وهي أضافت مساحات وودت للحجاج فرصة إنهم يؤدوا المشاعر والفروض بسهولة وأريحية، يعني مش في زحام زي فترة اللي كانت فيها التوسعات. وعموما بس التوسعات دي كمان هي دائمة، يعني الملك فهد لما عمل التوسعات اللي خدت 5 6 سنين، التوسعات الاخيره كانت توسعات الملك عبد الله، في كمان الملك سلمان. اكيد يعني واضح انه المملكه العربيه السعوديه بتنتهج هذا النهج دائما. وبعدين كمان كان في حاجه برضه، ادخال القطار الكهربائي ده اللي بينقل الحجاج من عرفات لمنى على طول، اللي هي منطقه الاختناق، برضه كل فتره بتزيد امكانياته وعدد عربياته وتسهيلاته. فيعني الحمد لله بالنسبه للبعثه المصريه تسير الامور بشكل جيد، ولو عدد الوفيات قليل لاسباب صحيه، يعني ارهاق وكبر سن فاحنا الحمد لله موسم حج مثالي ونموذجي. اكيد يعني بنتمنى انه يعود الحجاج المصريين سالمين مره اخرى الى مصر، وان يتقبل الله منهم. الى جريده الجمهوريه والشان المحلي مره اخرى، السيسي في قمه البريكس انطلاقه قويه للاقتصاد المصري، السفير الصيني بالقاهره، امكانات مصر كبيره لتحقيق النمو واستثمارات جديده في محور القناه والعاصمه الاداريه. يعني الاسبوع المقبل من المنتظر مشاركه مصريه طبعا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة البريكس، وهذه أول مرة، وتأتي بناء على تلبية لدعوة من الصين للرئيس عبد الفتاح السيسي. أهمية مشاركة مصر في هذه القمة. بعد غد الأحد يتوجه الرئيس السيسي إلى الصين للمشاركة في قمة دول البريكس. دول البريكس دي يعني مجموعة اقتصادية مهمة جدا، وتضم روسيا والصين والبرازيل
والهند وجنوب افريقيا. الدول ديت اهميه لهذا التجمع انه ان هذه الدول بتنتج 22% من الناتج القومي العالمي. الاحتياط النقدي لديها 4 تريليونات دولار، فقوة اقتصادية كبيرة. والصين تستضيفها للمرة الثانية، واختصت الرئيس السيسي بالدعوة للمرة الثانية، يعني هو السنة اللي فاتت راح حضر قمة البريكس أيضا بدعوة خاصة، وهو ومصر ليست عضو في البريكس، فاستضافوه، وهو إن شاء الله هيعرض عليهم تجربة الإصلاح الاقتصاد المصري والتنمية والتطوير والأوضاع الاقتصادية اللي حققت نجاحات كبيرة بعد تعويم الجنيه. وطبعا هيلتقي برؤساء هذه الدول، ودي يعني متوقع ان يتم توقيع اتفاقيات تجاريه وتعاون اقتصادي بين كل دوله من هذه الدول او مجموعه البريكس مجتمع. فده زياره مهمه جدا جدا جدا. رئيس كل سفرياته الخارج مركز على جذب الاستثمارات الاقتصاديه لمصر للنهوض بالاقتصاد المصري، صحيح، وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري في كافة المجالات. وبعد كده هيتوجه بعد كده إلى فيتنام، ده أول رئيس مصري يزور هانوي، أول رئيس مصري. طبعا هانوي أو فيتنام دولة متقدمة تكنولوجيا وإلكترونيا، ومتفوقة في الإلكترونيات وفي الأسلحة. فدي برضه فتح جديد، بنفتح الرئيس السيسي بيفتح أبواب جديدة وآفاق جديدة لمصر والاقتصاد المصري، صحيح، والصناعات المصرية. وبعد كده أظن هيزور كازاخستان يعني، بس هو الأهم فالأهم يعني الصين مهمة جدا، فيتنام نفس الشيء أو أقل أهمية شوية. أكيد يعني نتمنى بالفعل كمان الصين الصين كمان يعني قايمة باستثمارات كبيرة قوي في محور قناة السويس، وخدت مساحات كبيرة، استأجرت مساحات كبيرة عشان تعمل فيها مشروعات صناعية كبيرة، يعني هي من مقدمة الدول اللي مركزة على الاستثمارات في محور قناة السويس. أكيد يعني بنتكلم لسه عن أحد المشروعات الهامة أيضا، هذه المرة بنتحدث عن مشروع الضبعة النووي من جريدة الأهرام، معنا هذه العناوين: مراجعة عقود الضبعة النووية لبدء الإنشاءات، وزير الكهرباء للأهرام: التنفيذ بأعلى معدلات الأمان والعرض الروسي الأفضل. يعني بدأ يتحقق الحلم النووي المصري على أرض الواقع، ودخول مصر إلى النادي النووي العالمي أيضا، كيف تتابع هذا المشروع؟ المشروع بيسير بخطى حسيسة وجيدة وواثقة، يعني طبعا مثلا الإنجليزي اللي يقول سلولي باتشور، يعني هي الخطى بطيئة بس لكن بثقة. ففي كان في الفترة الأخيرة حصل بعض الشائعات وما أثير في وسائل إعلام مختلفة إن مصر مش عايزة تكمل المشروع مع الروس، وإن في ضغوط سياسية على مصر، ومصر بتقاوم الضغوط السياسية، وروسيا بتشترط شروط، لكن كل ده مش موجود. ويمكن تصريح الدكتور محمد شاكر بيقول إن العرض الروسي لإنشاء المفاعلات النووية أو المحطة النووية في الضبع هو أفضل العروض، وينفذ بأعلى مستويات الأمان. لأن أنت تفتكري أو المشاهدين يفتكروا إن كان في مشكلة كبيرة إن اتعمل المفاعل في الضبعة في المنطقة اللي فيها استثمارات سياحية وهو لآخره، أو يتنقل منطقة أخرى، ولكن تم الاستقرار على هذه المنطقة، وهيتم فيها إنشاء 4 مفاعلات نووية طبعا لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وغيره بقى لاستخدامات الطاقة، استخدامات السلمية للطاقة. فكمان الميزة إن العرض الروسي بيدينا فترة سماح 13 سنة، تبدأ مصر بعد 13 سنة تبدأ تسديد تكلفة إنشاء هذه المحطات أو هذه المفاعلات بعد 13 سنة، ويستمر السداد على 35 سنة، فليس هناك عرض أفضل من كده. العرض الروسي جيد وممتاز وفي أعلى مستويات الأمان، يعني الرئيس السيسي أكتر من مرة قال إن إحنا درسنا كل ما حدث في المفاعلات النووية في العالم ومستويات الأمان، سواء في المجموعة الأوروبية أو أمريكا أو غيرها، لتلافي ما حدث في فترات سابقة في تشيرنوبيل أو في روسيا أو في غيرها.
فده حلم المصريين، ونأمل إن يتم تنفيذه في أسرع وقت عشان المصريين يقدروا يستمتعوا بالمزايا اللي هتنتج عنها من توليد الكهرباء وتوليد الطاقة وتحليل المياه. صحيح، يعني ما يجعل إنه مشروع النووي المصري ضرورة يعني لا بديل عنها الآن. بنروح إلى جريدة المصري اليوم، ومعنا هذه العناوين حول السلع التموينية. رسميا انخفاض سعر السكر 50 قرش اليوم، والعمل مستمر وصرف سلع البطاقات اعتبارا من الغد. يعني أستاذ محمد، من الملفات اللي الحقيقة بتشهد جهود حثيثة أيضا من الحكومة في الفترة الأخيرة هو ملف منظومة أو بطاقات الدعم والسلع التموينية، فكيف تتابع أيضا هذه المنظومة؟ الحكومة بتبذل مساعي كبيرة جدا، ويعني ووزير التموين الدكتور علي المصلحي رجل كفء ومتميز، بيشتغل 24 ساعة واللي معاه عشان توفير كافة السلع، خصوصا فترات الاختناقات اللي هي فترات الأعياد ورمضان وغيره. فهم بيحاولوا يعني يوفروا أكبر قدر من السلع عشان تنزل الأسعار، ما يبقاش في تضخم، ما يبقاش يعني الطلب أعلى من الموجود. فزي ما أنت حضرتك شفتي في تراجع في سعر السكر. السكر فين؟ كان في فترات وصل سعره ل 15 جنيه، دلوقتي نزل، هينزل هيبقى 9.5. وكمان الناس هتشتغل في الأعياد، يعني يمكن أول يوم هو النهاردة، لأن يوم الجمعة هو أول يوم العيد وصادف يوم الجمعة، دايما بأجازة. فمن بكرة هتبقى كل أجهزة وزارة التموين والمؤسسات التابعة لها، وهتشغل البطاقات التموينية، وكل شيء هيبقى متوفر. واحنا يعني أظن احنا في المرحلة اللي احنا فيها مش شايفين في أي اختناقات تموينية، وإن كل مشكلة بيتم مواجهتها بسرعة. وقضينا طبعا على مشكلة تعبير العيش أكيد، نعم، وقضينا كمان على مشكلة تعبير الخبز، وقضينا على مشكلة طابور العيش وكده. وإن كان هناك يعني بعض الناس اللي بياخدوا الدقيق وبياخدوا غيره بيبالغوا في الأسعار ويغيروا في الأحجام، لكن برضه في رقابة شديدة، لكن برضه هذا الموضوع يحتاج رقابة أكتر كمان عشان أحجام العيش وأسعاره، لأن العيش أسعاره ارتفعت. يعني العيش اللي كان 50 قرش بقى بجنيه، وبعدين بقى بجنيه وربع. ففي برضه في انحرافات، لكن ما زالت وزاره التموين بتدعم، نعم، رغيف الخبز العادي، نعم، رغم انه تكلفته ارتفعت جدا زي ما حضرتك بتتكلم، لكن ما زال سعره 5 قروش زي ما هو، والوزاره دايما متاكد انه لا مساس بيه. ده لان ده بيحظى بالدعم وبيحظى بالمراقبه، وبتنتجه مؤسسات حكوميه. تمام. يعني مش مخابز خاصه. بنروح إلى جريدة الأخبار وهذا العنوان: المالية، ارتفاع الإيرادات الضريبية بسبب الإصلاحات، 4.4 مليار جنيه دفعها الموظفون، وطفرة في ضرائب قناة السويس. يعني يبدو أن الحصيلة الضريبية أستاذ محمد مبشرة من خلال هذه العناوين، فكيف تقرأها؟ احنا في مصر في مرحلة إصلاح اقتصادي. يعني في الضرائب كان في يعني نواحي للتسريب، في ناس بتتهرب من الضرائب، تهرب ضريبي من الموظفين، من رجال الاعمال، من القطاع الخاص، من المؤسسات الخاصه، الشركات الخاصه. لكن الدوله بتعمل عمليات اصلاحات مستمره ومتواليه عشان تقدر تحصل اكبر قدر ممكن من الضرائب اللي هي حق للدوله وحق للمواطن. يعني هي ما يحدث بالنسبه للإصلاحات الضريبية اللي بيوافق بتطرق على المجلس الشعبي وبتوافق عليها وبتمشي أو بتقرها الحكومة، أيا كان، يعني في إصلاحات ضريبية كل سنة متواصلة لزيادة الضريبة، لأن الضرائب دي هي روح الميزانية، يعني بتمثل جزء كبير جدا من الميزانية لإنشاء المشروعات، إنشاء الطرق وإنشاء المستشفيات، إنشاء المدارس. فيجب إن ما يبقاش في حد يسعى للتهرب من سداد الضرائب المستحق عليه، لانه اصلا بياخد خدمات وبياخد مميزات وتسهيلات تستوجب انه يدفع ما يفرض عليه من ضرائب. فده يعني شيء جيد ان يتم تحقيق هذه العائدات والمبالغ الكبيره، ودي تبشر بان السنوات الجايه هتبقى افضل. فهو دايما النظام الضريبي محتاج لاصلاح، لان احنا قعدنا 30 سنه فيش إصلاحات ضريبية، والناس بتتهرب، وفي فساد، وفي رشاوي، وفي غش. فما كانتش الدولة بتاخد يدوب أقل القليل أو النظر اليسير من
من المستحق من الذين تستحق عليهم الدرجات. فيعني شيء جيد ان احنا نوصل لهذه الارقام وان احنا نطور في النظام الضريبي بمرور الوقت. يعني كلما تبين ان هناك ثغره، ان هناك مشكله، ان هناك عقبه، تقوم الحكومه ببحثها ومناقشتها واصلاحها لتحقيق اكبر عائد من الضرائب. يعني ده بالفعل اعتقد الاتجاه اللي الحكومه بتسير فيه الان من فتره قريبه، ومن خلال يعني القوانين او الاجراءات المختلفه لتنظيم الحصيله الضريبيه في مصر والحصول على يعني اقصى استفاده ممكنه منها، طبعا مع عدم الاضرار بالفئات الاقل دخلا. مره اخرى الى جريده الاهرام، ومعنا هذه العناوين: صندوق النقد ارتفاع مضطرد في الأسعار بقطر وانكماش اقتصادي مؤكد، وترامب يدعو للالتزام بمقررات الرياض لإيجاد حل للأزمة مع الدوحة. يعني بنتكلم عن الأزمة القطرية، ولكن هذه المرة من ناحية مالية أو من خلال تقارير لصندوق النقد الدولي عن الوضع المالي لقطر. هو طبعا عشان لما الناس بتتكلم عن الاقتصاد القطري والأضرار اللي وقعت عليه، ساعات يطلع نفي من قطر، يطلع نفي من جهات تانية، لكن ده صندوق النقد الدولي، دي جهة محايدة وأرقامها دقيقة، وهي لا تميل لهذا أو ذاك، فهي لا تميل إلى مجموعة دول المقاطعة أو إلى قطر. في قطر تضررت كثيرا جدا 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 من الحصار الاقتصادي اللي فرض عليها من جانب الدول الأربعة اللي فرضت هذا الحصار نتيجة خروج قطر على القواعد وعلى المألوف ودعمها للإرهاب. ففي أكيد في أضرار، ويمكن ما خفي كان أعظم. إنما بالنسبة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو طبعا بيدعو بيدعو قطر إنها تستجيب للمطالب اللي فرضتها دول المقاطعة، وإن يتم الحل على أساس سلمي، يعني المسألة مطولش، وإن تحل بالطرق الدبلوماسية. لكن انت شايفة قطر يعني متمسكة أكتر بمواقفها ورفضة تبدي أي مرونة أو تجاوب مع دول المقاطعة، ومصممة أنها تسير في اتجاه تاني، اتجاه للتحالف مع إيران، مع تركيا. يعني لكن في الآخر إذا كان ترامب أو دول الاتحاد الأوروبي كلها يعني بتحبز وتؤيد وتدعو إلى حل المشكلة بين قطر ومجموعة ودول المقاطعة الأربعة بالأسلوب السلمي وعن طريق التفاوض، يعني حتى يعني زي ما المثل بيقول، حتى لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم، يعني عايزين نوصل لحل يحقق مصالح الجميع ويخضع الإرهاب ويبقى في عائد اقتصادي في المنطقة، يتم استخدامه في الاستثمارات داخل المنطقة، ما الفلوس ما تصرفش على دعم عمليات الإرهاب والتخريب اللي بتعود بالأضرار على الوطن العربي كله، وعلى يعني مجلس التعاون الخليجي، دول الجامعة العربية. تمام. طب يعني في ظل تمسك قطر ب يعني ما تقوم به من استفزاز لهذه الدول العربية، الدول التي قطعتها بالفعل، ويعني إصرارها على أنها تستمر في التعاون مع إيران أو تركيا بشكل له يعني يؤثر على استقرار دول المنطقة، إلى أين تتجه الأزمة القطرية؟ لا، أصل برضه في ضغوط عليها، يعني هي قطر مش هتفضل تقاوم ضغوط لآخر مدى. يعني في ضغوط من أمريكا، ضغوط من دول الاتحاد الأوروبي، ضغوط من الاتحاد الإسلامي، مجلس التعاون الإسلامي، في ضغوط من أكثر من جهة، وقطر مش يعني ما عندهاش القدرة إنها تفضل تعاند وتكابر وترفض الحلول المطروحة اللي تنهي الأزمة. يعني هي قطر مش أمريكا يعني أو ألمانيا أو بريطانيا أو الصين، هي دولة ذات إمكانيات محدودة، مساحة محدودة، ففي مساعي من أكتر من طرف، من جانب الأمم المتحدة، من الولايات المتحدة، من دول في الاتحاد الأوروبي، يعني ألمانيا، فرنسا، ففي يعني 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 متوقع ان تحصل انفراجه
وان قطر تستجيب للضغوط المفروضه عليها يعني. اكيد نتمنى ذلك. لسه بنتكلم عن دور قطر ولكن بشكل اخر في جريده الجمهوريه معنا هذه العناوين: وثيقه سريه تكشف سعي قطر لحل سياسي للنووي الايراني وحمايه اسرائيل من الحرب. تميم اجتمع باعضاء الكونغرس بالدوحه وطلب تجنيب تل ابيب اي ضرر. يعني استاذ محمد زي ما احنا متابعين كل يوم بتنكشف وثائق سريه بتوضح دور قطر وسياستها التي كانت يعني تخفيها طوال الفترة الماضية، فتعليق حضرتك على هذا الخبر ودورها في حماية إسرائيل. لا هو معروف أن كانت في علاقات جيدة بين قطر وإسرائيل وفي تعاون بينهم في مجالات عديدة، وأن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق وزير الخارجية زار إسرائيل أكثر من مرة، وكان في مكتب علاقات إسرائيلي مفتوح في قطر، يعني دول المشرق العربي ما عدا دول الاتفاقيات اللي هي مصر والأردن، ويعني كان مكتب علاقات مفتوح في إسرائيلي مفتوح في قطر وأغلق في مرحلة من المراحل. كذلك كان هناك مكتب علاقات إسرائيلي موجود في تونس وأغلق، لكن غير كده ما فيش غير الدول اللي هي مرتبطة باتفاقيات وتبادل وتمثيل دبلوماسي. لكن قطر في علاقات وثيقة بين قطر وإسرائيل وتعاون في مجالات كبيرة، ده هذا ظاهر على السطح وما خفي كان أعظم. لسه بنتكلم عن الشأن العربي ولكن هذه المرة من لبنان، وجريدة المصري اليوم طرحت هذه العناوين: بالإجماع مجلس الأمن يمدد مهمة يونيفيل في لبنان، نصر الله يرحب بالصفقة مع داعش في القلمون. يعني أيضا لبنان منذ فترة تظهر فيه تطورات جديدة ويبدو أن مجلس الأمن هنا يتدخل. اللي هي القوات الطوارئ الدوليه او القوات التابعه للامم المتحده الموجوده في لبنان، هي موجوده في لبنان منذ 1976، منذ الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان في 1976، وكان منتظر يبقى لها مهمه مده محدده سنه اثنين ثلاثه واسرائيل تنسحب بالمناطق ويحصل ترسيم حدود والى اخره. لكن هي بتشوف من 76 لغايه النهارده كام؟ 41 سنه. 41 سنة اليونيفيل بيتم التجديد لها وخلاص، وتعايشت في المنطقة مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب اللبناني. بالنسبة بقى لنصر الله ومش نصر الله، لأن في طبعا حكاية القلمون، منطقة القلمون في لبنان وغيرها، ومنطقة أرسال اللي قام الجيش اللبناني وحزب الله قاموا بطردهم ومطاردتهم وملاحقتهم وتحرير القلمون وتحرير منطقه ارسال او جرود ارسال، يعني المنطقه الجبليه في ارسال اللي هي المناطق الجبليه. ففي مشكله العراق بتتهم حزب الله انه نقل وفق الاتفاقات اللي تمت مع داعش. ما هو داعش لما انهزمت لازم بيحصل اتفاقات نقل السكان المدنيين، العائلات، الاسر، النساء، الاطفال. فقطر بتتهم حزب الله ان هو نقل قوات داعش او الناس اللي تابعين لداعش، نقلهم من اراضي لبنانيه لاراضي عراقيه ملاصقه لبنان. لكن الشيخ حسن نصر الله عمل تصريح رد على كده، قال لا، احنا نقلنا رجال داعش واتباعهم واسرهم وعائلاتهم، نقلناهم من ارض سوريا لأرض سوريا أخرى، يعني النقل ده داخل سوريا لتظبيط المسائل، يعني يبقى في عملية تظبيط بحيث ده يبقى في ناحية وده في ناحية عشان إيه؟ حرصا على وقف إطلاق النار. فهو بينفي ما زعمته العراق. العراق زعمت إن ده شك إنهم نقلوا قوات داعش وأتباعهم وأسرهم إلى العراق. فحسن نصر الله بيقول لا، إحنا ده نقل داخل سوريا، يعني قوات داعش اللي موجوده في سوريا في منطقه المناطق. طيب يعني بعد اللي حضرتك ذكرته ده انه بالفعل داعش يعني اصبحت محاصره سواء في العراق او سوريا طبعا، هل ده بيهدد بشكل كبير الدول الاخرى المحيطه؟ لا، ما بيهددش الدول المحيطه بقى، لان هم يعني هم كده في يعني هم يعني القوات العراقيه قضت على معظمهم اللي كانوا في مدينه ايه يا ربي، مدينه ايه اللي كانوا متمركزين فيها، المدينه الكبيره الشهيره دي، الموصل، في الموصل قضت عليهم وطردتهم من الموصل ثم تل عفر
فالعفر طردتهم منها ودمرتهم، فهم تلقوا ضربات قاصمه وقاضيه. يعني دلوقتي فتحت يعني اوصلتهم الى نهايه المرحله. كمان في سوريا في منطقه الرقه ومدينه الرقه بتلقوا ضربات قويه جدا من اطراف عديده، يعني من الجيش السوري، من حزب الله، من قوات اخرى، من المعارضه السوريه. يعني نهايه داعش في سوريا والعراق اقتربت جدا جدا جدا. يعني مش لا ده هم ضعفوا جدا، ما حدوش يقدروا يهددهم الا اذا هم بقى في ليبيا، ده موضوع تاني. هم متواجدين في ليبيا وفي مناطق اخرى، بس اللي هم موجودين دلوقتي تم محاصرتهم، تم توجيه ضربات قويه جدا ليهم، وهم في طريقها للنهايه، يعني في طريقها للنهايه والاندثار. يعني بنتمنى ذلك بالفعل، انه دي تكون نهايه لتنظيم داعش في المنطقه العربيه بشكل عام ونهائي. في النهايه بنشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي محمد سيف على وجود حضرتك معانا، شكرا وكل عام وحضرتك بخير. اهلا بك، شكرا لك وللساده المشاهدين. شكرا. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح، ولكن بعد ما نتابع اخبار الاقتصاد مع ميرفت المليجي بعد الفاصل. We'll be right back.